الله معكم أعزائي، اليوم منلتقي فيكم بحلقة مميزة جدا أيضا من برنامج على علمي ضمن سلسلة حلقات خاصة بنستطلع فيها نتاجات متعلمينا يلي شاركوا بمباريات أمي تحميني خلال هالموسم بالإشراف المباشر والشراكي مع مريم تي في. ضيفتنا لليوم هي عازفة بيانو اسمها بيتزار بارسوميان، مهضومة كتير وشاركت بهالمباراة وبدها تخبرنا شوي ليش اشتركت عن هالأغنية هيدي وشو بيعني لها البيانو. بيتزار كيفك؟ منيحة؟ ايه. ليه بتحبي البيانو انت؟ لأنه صوته حلوة وبحبه. الصوت حلو البيانو؟ اوكي، بيقولوا البيانو صوته حساس كمان، مزبوط هالشي؟ ايه. ليش يعني؟ كيف يعني حساس؟ سنسيتيف. اوكي، انت كمان انسانه حساسه لحتى حبيتي هالآله لانه بتشبهك بمحل معين، مش هيك؟ منيح. وبدي اسالك ليش اخترتي البيانو؟ اخترتيه لانه سنسيتيف، قلتي لي لانه آله حساسه. مين اول شخص ساعدك انه تتعرفي على البيانو وشجعك على البيانو؟ امي. امك شو اسمها؟ أني بارسوميان. أني بارسوميان، بدنا نقول لها بونجور من مريم تي في. وشو بدك تقولي لها أنت لأني؟ ميرسي كتير لأنه ساعدتني إي وتعلم على البيانو. أني عم تسمعي بتقلك بنتك ميرسي كتير لأنه ساعدتيها لحتى تتعلم على البيانو. بالمدرسة شجعوكي كمان؟ إيه. جود. ومين أكتر شي بالمدرسة شجعك؟ أستاذ عمر. أستاذ عمر. طيب كيف بشجعك استاذ عمر؟ بتحط الفيديوهات على الفيسبوك. انت ناشطه يعني على الفيسبوك وبتنزلي فيديوهات، كم فيديو صار عندك؟ ثلاثة فيديوز. اوكي، بتشجعي رفقاتك انه مثلك يصيروا يدقوا على البيانو؟ ايه. طيب شو رايك هيك الناس بدهم يسمعوا انت كيف بتعزفي، بناخذ مقطع صغير من عزفك اوكي وبنفرجيهم للعالم قد ايه انت شاطره بالعزف؟ يلا لكن نتوقف أعزائي مع مقطع صغير من معزوفات ضيفتنا. خبريني أنت اشتركتي عن مباريات أمي تحميني، شو يعني كلمة أمي تحميني؟ سبورت. سبورت هي دعم لإلك، كيف يعني أمك دعم لإلك؟ وقت عندي شي مشكلة أمي بتساعدنا وبتضل حد وقت عندي شي بتساعدنا. حلو، وإذا عندك شي مشكلة هي بتساعدك لحتى تحليها؟ إيه. يعني دغري بتروحي لعند أمك بتقولي لها يا ماما أنا عندي هالمشكلة أنت بتساعديني؟ إيه. على طول هيك؟ إيه. بتشجعي كل الناس هيك يعملوا؟ كل الناس يعملوا مثلك؟ نعم. شو بدك تقولي لأمك على شاشة مريم تي في؟ نحن هلا على شاشة مريم تي في، شو بدك تقولي لها؟ ميرسي. ميرسي، وشو كمان؟ يعني ساعدني كتير. حلو كتير إنه تقولي ميرسي، مش هيك؟ ليه الواحد بيقول ميرسي؟ لأنه بيكون مبسوط لأنه وقت حدا يساعدني يقولوا ميرسي. بدنا نقول مرسي لله لانه عن جد بيحمينا كلنا سوا، ومرسي للعذراء لانه هي رفيقه طريقنا على طول، ومرسي على هالموهبه اللي عندك اياها، موهبه الموسيقى. قد ايه بتتمرني بالنهار انت وبالجمعه؟ وكيف هيك بتقسمي وقتك؟ يعني قد ايه بتعطي للبيانو من وقتك؟ بعمل ساعة بيانو. ساعة كل يوم ساعة؟ ايه. والباقي الوقت شو بتعملي فيه؟ سبور. بتحب السبور كمان؟ إيه. وبتدرسي؟ إيه. بتساعدي امك؟ اوقات اوقات هي ما بتطلب منك يمكن؟ بلا. اي اذا طلبت منك دغري شو طلبت بتعملي؟ وشو بتعني لك الموسيقى؟ جربت تسالي حالك انه انا ليش كل يوم بعمل موسيقى؟ شو بيتغير بحياتي؟ فيني اعمل شيء جديد واعلم شيء جديد.
تتعرفي من خلال الموسيقى على اشياء جديده، وبتصير اعصابك رايقه، وبتصيري على طول مبتسمي مثل ما هلا انت مبتسمي، عم تبتسمي اول مره بتطلعي على التلفزيون. حلو. وشو شعورك؟ فزعانه شيء؟ مبسوط. مبسوطه؟ خي ليه مبسوطه؟ لانه عم بطلع على التي في وكلهم بيشوفنا على التي في. واكثر شيء بدهم ينبسطوا فيك العالم، لانه هلا انت بفتره معينه اشتغلتي على حالك، واشتركتي بمباراه امي تحميني، واشتركتي عن ترتيله للعذراء، مش هيك؟ شو هي الترتيله اللي عزفتيها؟ لامي وماما مريم. لا اذا بتهديهم لامك ولماما مريم، هل ان شاء الله يا رب هالاهداء بيكون مقبول، وبدنا نحن وياكي والمشاهدين هلا نتعرف عليكي انت وعم تعزفي امي، منشوفها سوا. أعزائي، ومنكمل معكم هالحلقة المميزة والخاصة جدا من برنامج على علمي، والمخصصة لتربية ثقافة المحبة والتواصل بين الناس. قديش نحن بحاجة أعزائي إنه هالقد ننشر المحبة والسلام بعيالنا بمجتمعاتنا، وشو في أحلى من الموسيقى يلي منعلمها لأولادنا لحتى تكون هي تهذيب للنفس وللروح، ويلي بتغير فينا وبتخلينا على طول هيك بصفاء داخلي وبسلام داخلي، متصالحين مع ذاتنا. قديش حلو نعود أولادنا على الموسيقى. إذا تحت عنوان عازفة بيانو وعازف كمان، بدنا نرحب، بصرني انه رحب فيك عازف الكمان كمال. حلو هيك. طيب كمال رحمي، شاب واعد، انت الله اعطاك موهبة حلوة يلي هي موهبة العزف على آلة الكمان الفيولون. خبرنا كيف اكتشفت هالموهبة. هالموهبة اكتشفتها أول شيء أنا وصغير بحب الكمان وبحب الفيولون، بحب الصوت، وبحس إنه هالموسيقى كلها فيها إحساس كتير. فبلش المشوار إنه أنا وأمي كنا قاعدين بالسيارة، ويعني ثاقبت قطع راديو معزوفة للياسر الرحباني، بقديله تحية، هي اللي هي حبيبتي. فوقتها سمعتها هيك عن جد دخلت على قلبي، وحسيت من وقتها انه بدي صير انا هيك اعزف هالمعزوفه يعني يوما ما. ودخلت على الانطونيه وتسجلت، وهون بلشت. الانطونيه وين؟ بانطلياس؟ بانطلياس، مزبوط. اوكي. قالت كمان شو بتعني لك؟ يعني قديش لما حبيتها انت وعم تسمعها هيك على الراديو، وبعد فتره فتت بمجال العزف، تعلم العزف عليها، شو حسيت؟ شو اكتشفت لما تعرفت عليها عن قرب أكثر؟ اكتشفت إنه هي آلة شوي صعبة، ما بكذب، يعني أول ما بلشت بقيت يمكن شي سنة أعرف أمسك الفيولون لحاله، بس كمان بتفتح آفاق جديدة إنه يصير في عنا تحديات بيننا وبين حالنا، إنه أنا بدي أدق هالمعزوفة، مش كل شي بيجي على الهين، سو مشان هيك بالنسبة إلي كانت آلة بدها تحديات بس بنفس الوقت حلوة. حلو، عجبتني كلمة تحديات، لأنه نحن بجائزة الأكاديمية العربية لما أطلقنا هالمشروع أكيد بالشراكة مع مريم تي في، أطلقناه لحتى نحطكم قدام تحدي، أنه أنتوا قدام تحدي وشو الأشياء اللي ممكن تعملوها. وبتعرف أنت أنه أمي تحميني، هالشعار هيدا اللي اشتغلتوا كلكم تحت هالمجال، هالكلمة هيدي شو بتعني لك؟ كلمة أمي بتعني لي كتير قصص، لأنه الأم مثل ما بيقولوا الأم بتلم، والأم هي أم اللي شجعتني على الموسيقى، وهي شجعتني على الدرس، يعني قدرت وفقت بين اثنين، ومظبوط الأم بتحمي دايما بكل وسائل اللي عندها. شو بدك تقلها لأمك هلأ عبر مريم تي في؟ بلا أنه أنا بحبك كتير أمي، وبشكرك على التضحيات اللي قمت فيها، وعلى الوقت اللي عطيتيني إياه لهالآلة، ميرسي لك. حتى بالمدرسة شجعوك كمان؟ لقيت التشجيع من المدرسة؟ مزبوط، لقيت من رفقاتي، وأكيد
بوجه تحية كمان لمعلمتي مدموزيل نجاة ريس يلي رافقتني إن بهالفترة. شاء الله تكون نجاة عم تسمعنا هلأ. إن شاء الله. وكمان بالمدرسة رفقاتي يعني عملنا نشاطات ورحنا على الأسواس عزفنا للأولاد، وهون قدرت إنه بين الكلاسيك وبين القصص اللي بنقدر نعطيها غير الكلاسيك، لأنه دايما الناس بيشوفوا إنه الفيولون هي للكلاسيك. فهيك انت اكتشفت انه لا مش ضروري، فتت اكثر بدراستك الموسيقيه لتتعمق ولا تكتشف تجربتك مع الفيولون كآلة مش كلاسيكيه فقط، صح عندها افاق اوسع من هيك اكبر مظبوط. من هيك. طيب هلا الحكي كله ما بفيد، خلينا نستمع لمعزوفه. شو بتحب تسمعنا بهاللقاء الحلو؟ بحب سمعكم أمي يا أمي يلي هي من محور البرنامج، وكمان كتير بتعني لي هالترتيلة، ويلي هي معزوفة كمان لأمنا العذراء بقدمها. يلا كلنا سوا أذان صاغي. كما الأمي تحميني، شو بتعني لك هالجملة هيدي؟ أمي تحميني بتعني لي كتير، لأنه دايما الأم بتحمي بشو ما عندها بتحمي، وبحب أمي لأنه يعني دايما بلتجئ لها، إنه بوقت الضعف بوقت القوة بوقت النجاح بوقت الفرح دايما أمي بمحور حياتي كلها، فمشان هيك الأم، وكمان أمنا العذراء يلي هي أم الكل وأم الدنيا كلها. حلو حلو، وشو بدك تقول لأمك عبر مريم تي في؟ عبر مريم تي في بقلها انه امي انا كتير بحبك وبشكرك على مرافقتك الدايمة الي وعلى الوقت اللي بتعطيني اياه، وعن جد يعني الشكر كتير بضل قليل. ونحن كمان من ضمن صوتنا لصوتك ولكل أمهات لبنان وأمهات العالم، يا رب منقول إنه الله يطول بعمركم ويعطيكم القوة والصبر لحتى تتحملونا، مش هيك؟ اوكي، أول مرة بتطلع فيها على التلفزيون كمال، شو مظبوط شعورك؟ شو حاسس؟ عادي يعني، بالعكس مبسوط وشكر لكم يعني انه الشكر ومشجع. لله بطبيعة الحال أول شيء، وبعدين نشكر بعضنا بالمرتبة الثانية مثل ما بيقولوا. بالتلفزيون بتحس إنه عندك هيك طموح، بتحب التلفزيون بتحب أو ما فكرت بالموضوع؟ فاجأناك فيه نحن بجائزة الأكاديمية. لا ما انه يعني هي الفكره وارده، انا بحب كتير الاخراج من انا وصغير، بحب اكتب بس كتمثيل يعني كاظهار على الشاشه يمكن ما كتير فكرت فيها، بس انه ايه ليه لا. يعني مشروع كاتب كمان، ايه
بتحب. كاتب وموسيقي بنفس الوقت، ايه متعدد المواهب. طيب، خبرنا عن رفقاتك، بأي إطار بشجعوك بالمدرسة؟ يعني كيف بتلاقي هالدعم من الأساتذة، من المحيط تبعك؟ شو أحلى دعم كان بالنسبة لك؟ هل قد أعطاك دفع لحتى تستمر بهالموهبة يلي الله عطيك إياها؟ هلا أنا بلاقي دعم من كل الجهات، يعني بالمدرسة وبمدرسة الموسيقى الأنطونية، وخاصة أمي أكتر شيء، لأن هي دايما بتسمعني، وأنا أصلا بحب حدا يسمعني أنا وعم دق، يعني بحب. وتقريبا الكل ساعدوني، بس أكتر شيء أنا، لأنه أنا يعني بدي إنه دق هالآلة رغم كل اللي حوالي. اشتركت على مباراة أمي تحميني، واشتركت بترتيلي وبأغنية لبيروت. هلأ الترتيلي منعرف إنه أمنا مريم هي أمنا جميعا، بس ليش لبيروت؟ شو بتعني لك بيروت؟ وليش اخترت بيروت لأمي تحميني؟ أول شيء بيروت بتعني للكل كل شيء، يعني بيروت هي بالنسبة إلي إنه أم الدنيا وست الدنيا مثل ما بيقولوا. ورغم كل التحديات والصعوبات اللي مرت فيها هالمدينة وهالعاصمة بقيت صامدة. فهالمعزوفة كلنا يعني كبار وصغار وقت نسمعها منحن لبيروت، ويعني بتضل عايشة فينا هالمعزوفة، ما بتموت. مشان هيك وغير هيك، شو بتعني لك بيروت من خلال هيك تجربتك الشخصية؟ أنت كيف بتقشعها؟ كيف شو بتحس لما بتمشي بشوارع بيروت؟ أول شيء بحس إنه عندي فخر، إنه مثل عندي ظهر. بيروت بالنسبة لي إنه سند لك؟ سند وملجأ، لأنه دايما كل ما أروح على بيروت ومين ما يروح على بيروت بحس إنه في هيك حنية تجاهها. فبحب كتير بيروت، وأنا مش إنه بقشع هلأ يعني بيروت القصص اللي عم تمرق فيها، أنا بقشع دايما بيروت الحلوة، عندي صورة حلوة تجاهها، ومن بعد الأزمات يعني شايف إنه بيروت رح تكون كتير مزدهرة. ان شاء الله يا رب. نحن بنضم صوتنا لصوتك، ورح نختم معك بهالمعزوفه الجديده، يلي المعزوفه الثانيه يلي رح تعزف لنا اياها، ويلي اشتركت فيها بمباريات امي تحميني. وبهالوقت هيدا بنودعكم اعزائنا، وبنقول لكم انه نحن على تواصل معكم مع كل وسائل التواصل العائده الى مريم تي في، ورح نختم هالحلقه المميزه ب أغنية مميزة بمعزوفة مميزة يلي هي لبيروت. إلى اللقاء بحلقات مقبلة إن شاء الله. Thank you.